هذه القطعة هي الذاكرة الإضافية الموصى عليها من شركة بلايستيشن لمستخدمين جهاز البلايستيشن 5، وهي إحدى منتجات شركة وستن ديجيتال المتخصصة في تكنولوجيا البيانات وأقراص التخزين. وفي هذه الحلقة راح أعرفكم على معلومات كثيرة عن هذه القطعة يمكن ما تلقونها بسهولة في الإنترنت، بالإضافة إلى أسهل طريقة لتركيب هذه الذاكرة في جهاز البلايستيشن 5. معاكم جيمر سترايك وحياكم الله. يعطيكم العافية يا متابعينا الكرام، وعدت لكم بموضوع مهم بالنسبة للذاكرة الإضافية لجهاز البلايستيشن 5، وتقريبا شبه يوميا يوصل لي سؤال عن هذه الذاكرة، واعتقد السبب هو تشتت المعلومات عنها في المراجعات الموجودة في اليوتيوب، وراح أذكر لكم كل المعلومات اللي تحتاجونها في هذا الفيديو. الذاكرة اللي عندي اسمها WD Black SN580 من نوع NVMe SSD، وهي أسرع أنواع قطع الذاكرة الموجودة حاليا، وهذا الإصدار هو الجيل الرابع من وستن ديجيتال، ويأتي بسرعة قراءة تصل إلى 7000 ميجا بايت بالثانية، وتتوفر الذاكرة بمساحات مختلفة تصل إلى 2 تيرا بايت. السبب الرئيسي أن بلايستيشن توصي مستخدمين بلايستيشن 5 باقتناء هذه الذاكرة، وبالأخص من شركة WD، بسبب وجود مشتت حراري أو ما يسمى هيت سينك، الذي يساعد على إبقاء الذاكرة للعمل بأداء ثابت أثناء اللعب لساعات طويلة. وأضيف معلومة، إذا استخدمنا الذاكرة من نوع SSD على جهاز البلايستيشن 5 راح نخزن فقط ألعاب البلايستيشن 4، ولهذا السبب نحتاج إلى ذاكرة من نوع NVMe أو M.2. والحين تعالوا أراويكم أسهل طريقة في تركيب هذه الذاكرة. نبدأ بالمرحلة الأولى وهي فتح الغطاء، اللي لاحظ أن الكثير يعتقد أنه راح يتسبب في كسر الغطاء أثناء فتحه. تابعوا معاي للنهاية. هذا مدخل CD، ومن هذا الطرف أحرك الغطاء لليسار، ومن الطرف الآخر راح أحاول أرفع الكفر لأعلى، وراح تكون مسكة ايدي للغطاء بهذه الطريقة، بس يفتح الغطاء للأعلى تسحب من الجهة الثانية لليسار. والحين المرحلة الثانية، طبعا هذه الخطوات تحتاج أنواع مختلفة من المفكات وخصوصا الصغيرة منها. بتلاقي غطاء معدني على شكل مستطيل طولي، هو هذا المكان المخصص لتركيب الذاكرة الإضافية، وراح تحتاج استخدام المفك للكشف عن مكان التركيب. هذه أحجام لأنواع مختلفة من الذاكرة التي تتوافق مع جهاز البلايستيشن. أقوم بتثبيت الذاكرة بالمنفذ المخصص لها، وبعدين أثبتها بالمفك، وبكل سهولة أكون خلصت تركيب الذاكرة بداخل البلايستيشن. والمرحلة الأخيرة، أعيد تركيب الغطاء المعدني وغطاء البلايستيشن. باقي خطوة واحدة بعد تشغيل البلايستيشن، راح تطلع لك ملاحظة على طول ان الجهاز تعرف على ذاكرة جديدة. كل اللي عليك تهيئ هذه الذاكرة بالضغط على اختيار فورمات، وفي ثواني راح تكون الذاكرة جاهزة للاستخدام. حتى تتأكد ان الذاكرة شغالة او لا، ادخل على الاعدادات واختار وحدة التخزين، وبتلاقي الذاكرة الجديدة، ومن ثم تقدر تنقل العابك من الجهاز الى الذاكرة الاضافية. ذاكرة WD Black في منها أحجام مختلفة تصل إلى 4 تيرا بايت، عليها ضمان لمدة 5 سنوات، وحاليا عليها طلب كبير من مستخدمين البلايستيشن وأيضا مستخدمين أجهزة الكمبيوتر لتوافق الذاكرة معه. غطيت لكم كل المعلومات عن الذاكرة الإضافية لجهاز البلايستيشن 5، وإذا عندكم أي سؤال اكتبوا لي إياه تحت الفيديو، ولا تنسون تاخذون لفة في القناة وتشوفون باقي محتوى القناة اللي أقدمه في مجال التقنية والألعاب، ولا تحرمونا من متابعتكم للقناة. تحياتي للجميع، أخوكم جيمرز سترايك.